الوطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. أهلا ومرحبا بكم في نشرة وطن الاقتصادية عبر شبكة وطن الإعلامية، وفيها سنتناول أبرز الأخبار المحلية والعالمية على المستوى الاقتصادي. فدعونا نبدأ بأبرز عناوين النشرة. في 9 أشهر أرباح شركات التأمين تصعد إلى 52% وإلى 10,400,000 دولار. أكثر من 1 مليار دولار قيمة الشيكات المعادة في 10 أشهر من العام الجاري. صندوق التشغيل والغرفة التجارية القدس يبحثان سبل دعم تنفيذ مشاريع تشغيل مشتركة في القدس المحتلة. أهلا من جديد. قدم رامي مهداوي المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل خلال لقائه بوفد من الغرفة التجارية الصناعية العربية القدس في مقر الصندوق برام الله شرحا مفصلا حول الخدمات التي يقدمها الصندوق في مجال التشغيل، سواء من خلال برامج التشغيل بأجر أو دعم أصحاب مشاريع صغيرة، مؤكدا المهداوي على رغبة الصندوق في تكثيف الدعم للأهل في مدينة القدس من خلال دعم صغار التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الخريجين الجدد ودمجهم في سوق العمل. معنا عبر الهاتف الأستاذ رامي مهداوي المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الفلسطيني. مساء الخير. مساء الخير لك، مساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين. أهلا بك أستاذ رامي. يعني لحساسية ووضع الاستثنائي لمدينة القدس المحتلة وضواحيها، كيف يمكن دعم أهلنا في مدينة القدس وخصوصا في ظل الظروف الأخيرة، سواء نحكي من تداعيات كورونا حتى نحكي عن مضايقات الاحتلال وممارساته بحق أهالي القدس، وبالذات إذا بدنا نخص فيما يخص قطاع العمل ومدينة القدس، طبعا نحكي عن طابعها التجاري الحاضر حاليا بها من تراجع مقارنة بالسنوات السابقة. يعني شكرا لكم على الاستضافة وشكرا على تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي يعتبر هو قضية تنموية لفلسطين وبمناطقها الجغرافية بشكل مختلف، والآن نتحدث عن القدس. يوم أمس كان الاجتماع مع الغرفة التجارية مثمر جدا، بحيث وضعنا نقاط في كيفية عدم التوقف عند الصعوبات المختلفة التي يتم وضعها في مدينة القدس، صعوبات الجميع يعلمها في هذا الجانب، وخصوصا في كيفية دعم الشباب والشابات في مدينة القدس من حيث المشاريع
الصغيرة ومتناهية الصغر، مع وجود كيفية دعم المشاريع القائمة بطبيعة الحال ضمن رؤية سيتم التعامل معها بناء على المعطيات المختلفة. على سبيل المثال نجد بأن السياحة في القدس وهو بحاجة إلى أيدي عاملة وفنيات مختلفة، تم وضع في كيفية تدريب العاطلين عن العمل، وأيضا إعطاهم تدريبات في ما يحتاج سوق العمل السياحي، وهذا سيتم بالتعاون بالتأكيد مع وزارة العمل الفلسطينية من خلال مراكز التدريب المهني وبالأخص مركز التدريب المهني العزارية في كيفية تقديم التخصصات يحتاجها أبناؤنا وبناتنا في قطاع العمل في القدس. هذا جانب. الجانب الثاني ما تم الاتفاق به هو توفير المعلوماتية، وهي المعلومات التي يحتاجها في سوق العمل الفلسطيني في كيفية توفير ماذا يريد الواقع أو القطاعات المختلفة في هذا الجانب، وخصوصا بأن هناك سوق عمل منافس وهو سوق العمل الإسرائيلي. صحيح. منافس بأدواته ومخرجاته وطبيعة احتياجاته، وأيضا منافسته في الرواتب والأجور المختلفة، لكن هذا سوق العمل الإسرائيلي بحاجة إلى مهارات أيضا مختلفة، ومن هنا نجد بأن علينا توفير ما يمكن توفيره على صعيد التشغيل الذاتي، وأيضا العمل بأجر واستهداف أيضا النساء، وهذه رؤية مهمة في كيفية عمل مشاريع بما يسمى بزنس العمل في المنزل من أجل الحماية وحماية الأسرة في توفير دخل قدر المستطاع في هذا الجانب. كم ستكون حصة نحكي مدينة القدس وضواحيها من صندوق التشغيل الفلسطيني ضمن برامجكم المطروحة؟ هو بطبيعة الحال هناك رؤية وتعليمات أيضا مباشرة من قبل رئيس مجلس الإدارة وزير العمل دكتور نصر أبو جش في مختلف المشاريع التي يتم تنفيذها في سوق العمل، وأيضا بالتحديد في صندوق التشغيل الفلسطيني. يعني على سبيل المثال مشروع العمل مقابل المال المنفذ من قبل البنك الدولي ووزارة المالية والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل وصندوق التشغيل، نجد بأن هناك استهداف واضح أيضا ليس فقط مفهوم مدينة القدس، وأيضا المناطق المهمشة في داخل منطقة القدس، وهنا نتحدث على سبيل المثال المخيمات. وهذه كان ضواحيها. صحيح. نعم، وهذا جانب مهم يجب عدم الإخفاده، وهنا مع الشركاء المجتمعية المباشرة والمؤسسات المختلفة التابعة في المخيمات وأيضا في المراكز المجتمع المدني في كيفية التعاطي بمثل هذه الروح الإيجابية التي يجب علينا عدم التوقف بهذه الصعوبات المختلفة، وخصوصا في ظل الهجمة الشرسة على أرض الواقع وإنعكاس ذلك على المتطلبات التنموية الاقتصادية. يعني هل أنتم على اطلاع دائم ومستمر سيد رامي على أحوال مدينة القدس، نحكي الاقتصادية وظروفها يعني الحياتية والمعيشية، سواء للأهالي المدينة أو منهم من عاطلين عن العمل، تمكين النساء في داخل أسرهن، وأيضا نحكي عن أصحاب المشاريع التي تضررت لأسباب سواء طبعا بسبب الاحتلال المسبب الرئيسي، ونحكي كما حكينا يعني عن أسباب الوباء كورونا. إذا ما رأينا على أرض الواقع وبلغة الأرقام والمشاريع نجد بأن هناك تحيز إيجابي للقدس من قبل الحكومة الفلسطينية وبالتحديد من قبل المشاريع المختلفة، وهذا ما تم الإعلان عنه مثلا في دعم المشاريع وأيضا الدعم المالي وضمن جائحة كورونا، وأيضا ضمن رؤى مختلفة على سبيل المثال.
دعم أبنائنا وبناتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة بصفر فوائد صفر معاملات بنكية، كان هناك أيضا تمييز إيجابي للقدس حسب المتقدمين في هذا الجانب. وأيضا هناك رؤية في دعم النساء، وبالتالي تم دعم النساء في المؤسسات النسوية العاملة في أيضا مشاريع مختلفة كما ذكرت لك في الماضي، المال مقابل العمل. نعم. ثالثا الرؤية التطويرية والتي تمثلت في التدريب المهني والتقني في إنشاء قبل ما يقارب عامين مركز العزرية في هذا الجانب كمركز تدريب مهني وتقني في هذا الرؤية، بالتالي انعكاس السياسات إلى واقع في هذه الرؤية. رابعا نتحدث عن المشاريع ودعم المشاريع، تم من خلال صندوق التشغيل على سبيل المثال للحصر مع مؤسسة فجر القدس في كيفية دعم مشاريع في داخل منطقة القدس، بمعنى داخل السور بالمفهوم الأساسي، في كيفية دعم مشاريع صغيرة متناهية الصغر، وهذا ما تم تجديد هذا المشروع للمرة الثانية ضمن التعاون ما بيننا وبين مؤسسة التعاون الإيطالي أيكس التنموية في أيضا تجديد هذه المشاريع. يعني إيش ممكن معيقات ممكن تواجهكم خلال الفترة القادمة من خلال اطلاعكم على طبيعة ظروف مدينة القدس؟ أولا الاحتلال، يعني هذا يجب عدم المرور معيقات الاحتلال كونه لا شيء أساسي. ثانيا سوق العمل الإسرائيلي هو سوق عمل منافس من حيث توفير أيضا الأجور المرتفعة، فنحن نتحدث عن أجور مرتفعة يتم وضعها في سوق العمل الإسرائيلي. ثالثا وهو الأهم في كيفية التعاطي مع واقع الاحتلال ومحاربة أبنائنا وبناتنا من خلال فتح مشاريع صغيرة ووضع صعوبات بما يعرف بقوانين مختلفة لكن هدفها محاربة لقمة عيش وصمود أبناء القدس، وخصوصا نجد المشاريع المختلفة في المدينة القدس المناطق السياحية في هذا الجانب، وكيف يتم محاربة المحلات التجارية بوضع قوانين وعقوبات مختلفة يؤدي إلى محاولة التضييق عليهم. صحيح بالضبط، وتضييق وأيضا اختناق لدرجة يتم إغلاقها في هذا الجانب، لكن نعمل من خلال الشركاء من خلال ما سيتم على أرض الواقع من خلال الغرفة التجارية في القدس، مشكورين لزيارتهم على عمل ما يمكن تعاونه مع بعض من أجل تعزيز الصمود أهلنا في القدس قدر المستطاع. هذا ما نتمناه ولكم كل التوفيق. كنت معنا عبر الهاتف المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الفلسطيني رامي مهداوي، شكرا جزيلا لك. نواصل أخبارنا المحلية، حيث وقع محافظ سلطة النقد فراس ملحم اليوم في رام الله اتفاقا تعاقديا مع مدير المبيعات من شركة مونتران الأمريكية مات ووتش، تقوم بموجبه الشركة بتوريد وتنفيذ ودعم نظام الدفع الفوري في فلسطين. قال محافظ سلطة النقد إن تطوير نظام الدفع الفوري يأتي ضمن استراتيجية سلطة النقد في تعزيز البنية التحتية المركزية لأنظمة المدفوعات في فلسطين وفق أحدث التوجهات العالمية في مجال تحقيق الترابطية والاتصال في قطاع ومنظومة عمل خدمات الدفع الإلكترونية على المستوى المحلي والدولي. أشار ملحم أيضا إلى أن النظام سيسهم في خفض الاستخدام النقدي عبر توفيره قنوات دفع متصلة ومترابطة وأوسع انتشارا وأقل تكلفة.
في سياق آخر، أظهرت بيانات سلطة النقد أن إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص خلال تشرين أول الماضي نما بنسبة 44% ليصل إلى حوالي 1.490 مليار دولار أمريكي مقارنة بالشهر السابق. أوضحت بيانات أن الشيكات تم تداولها عبر قرابة 641,000 ورقة بارتفاع مقداره 73% عن الشهر السابق. في المقابل بلغت الشيكات المرتجعة من أصل المقدمة للتقاص نحو 129 مليون دولار بارتفاع مقداره 85% عن الشهر السابق. تم تداول الشيكات المرتجعة عبر نحو 72,000 ورقة بزيادة مقدارها 92% عن الشهر المنصرم. وقعت شركة توزيع كهرباء الشمال وشركة قدرة وبلدية نابلس اتفاقية تشغيل محطة توليد للطاقة الشمسية على أراضي البلدية وبقدرة إنتاجية تبلغ 4 ميجاوات. تأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية الشركة في تلبية الطلب المتزايد على خدمة الكهرباء، بالإضافة إلى توفير مصدر إضافي للطاقة البديلة لما فيه من مصلحة المواطن والشركة على حد سواء. المحلية أيضا، احتفل البنك الإسلامي الفلسطيني في مقره برام الله بحصوله على شهادة الجودة العالمية التي استحقها بعد جهود كبيرة بذلها لتحقيق المتطلبات والمواصفات العالمية من أجل تقديم الخدمات البنكية باحترافية وجودة عالية. دعونا نتابع هذا التقرير. إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات البنك الإسلامي الفلسطيني، وهو شهادة الجودة العالمية الأيزو التي تدفع بالبنك للمحافظة على الاستمرار وصناعة التميز لتقديم أفضل خدمة للعملاء. نحن بالبنك الإسلامي الفلسطيني بحصولنا على شهادة الأيزو 9001 اليوم نفتخر بأننا نسعى دائما لتقديم الخدمة باحترافية عالية، وهذه الخدمة التي دائما ما يسعى مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني ولهم نقدم هذا الإنجاز، بأن نقدم خدمتنا لخدمة أبناء شعبنا في كل مكان في رئتي الوطن من رفح حتى جنين. هذه الجائزة أيضا تقدم إلى هيئة الرقابة الشرعية المشرف الدائم على جودة خدماتنا التي تقدم بطريقة شرعية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضا إلى موظفي البنك الإسلامي الفلسطيني في كل الفروع وفي كل الأماكن. البنك الإسلامي الفلسطيني استحق شهادة الجودة بعد جهود كبيرة بذلها لتحقيق المتطلبات والمواصفات. شركة جي سي ال فلسطين من خلال فريق التدقيق المتخصص نفذت عملية التدقيق الخارجي المستقلة على نظام إدارة الجودة المطبق في البنك الإسلامي الفلسطيني حسب متطلبات المواصف العالمي الأيزو 9001-2015 اللي تمت خلال مرحلتين، نتج عنها حصول البنك على الشهادة العالمية. طبعا هذا بناء على عملية التدقيق اللي تمت زي ما حكينا خلال مرحلتين، يعني خضع فيها البنك للتدقيق على كافة العمليات والخدمات اللي بيقدمها في الدوائر زائد في الفروع زائد في المكاتب الموجودة في البنك. البنك الإسلامي الفلسطيني أطلق على عام 2022 عام التميز، وسار على ذلك بخطى ثابتة ضمن استراتيجيته لتحقيق التميز والتي تكللت بالحصول على شهادة الجودة. إلى قطاع التأمين، حيث صعد صافي ربح شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين بنسبة 52% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي. بلغ مجموع الأرباح الصافية للشركات الثمانية المدرجة ببورصة فلسطين منذ بداية العام حتى نهاية أيلول الماضي نحو 10 ملايين و400 ألف دولار،
كانت الشركات التأمين الثمانية المدرجة في بورصة فلسطين قد حققت أرباحا صافية في هذه الفترة من العام الماضي لذات الفترة بنسبة 6,800,000 دولار، ومن إجمالي شركات الثمانية سجلت 7 شركات أرباحا صافية هذا العام، بينما شركة واحدة تعرضت للخسارة وهي الأهلية للتأمين. شركة تمكين للتأمين وثيقة التأمين لمعرض المنتجات الفلسطينية الذي أقيم في منتزه بلدية البيرة خلال الفترة من 20 حتى 22 من الشهر الجاري، جاء بتنظيم من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبمشاركة حوالي 60 شركة من القطاعات الصناعية المختلفة، حيث ضمنت الوثيقة تأمين الممتلكات الموجودة في المعرض من أخطار الحريق والسرقة وتأمين الزائرين من أخطار المسؤولية المدنية. وفي أخبار الفائدة، حيث قرر عملة الشيكل، قرر البنك المركزي للاحتلال أمس رفع الفائدة للمرة السادسة على التوالي منذ العام أبريل الماضي بنسبة 0.5%، لتصل بذلك من 2.75% إلى 3.25% أو 25%. يأتي ذلك في محاولة للحد من معدلات التضخم التي كانت قد وصلت خلال الأشهر 12 الماضية التي انتهت في أكتوبر الماضي إلى معدل 5.1%، والشهر الماضي رفع البنك سعر الفائدة بنسبة 0.75%. كانت التقديرات في دولة الاحتلال قد توقعت أن تصل التضخم أو أن يصل التضخم إلى 5% في أكتوبر الماضي، علما أنه في يوليو سجلت أعلى مستوى للتضخم منذ 20 أكتوبر من عام 2008، حيث بلغ التضخم السنوي حينها 5.2%، وذلك في أعقاب ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك. وفي ختام أخبارنا المحلية، حيث شهدت بورصة فلسطين لليوم تداول حوالي 1,700,000 سهم بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3,000,000 دولار، نفذت من خلال 91 صفقة. مؤشر القدس انخفض اليوم ليسجل حوالي 630 نقطة. بالنسبة للشركات التي سجلت أكثر ارتفاعا في جلستها، البنك الوطني أكثر من 6%، سهم البنك الإسلامي العربي قرابة 3%، سهم القدس للمستحضرات الطبية وبنك الاستثمار الفلسطيني بحدود 2%. في المقابل كانت الشركات الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها الاتحاد للإعمار والاستثمار 6.25%، وأيضا بالتل 3%، شركة مصرف الصفا حوالي 2.5%، وأخيرا شركة أركان العقارية وصل سهمها إلى قرابة 2%. الأخبار المحلية إلى الأخبار الدولية، ارتفعت حصة الأردن من إنتاج التمور في السوق العالمي إلى نحو 15%. قالت وزارة الزراعة الأردنية خلال افتتاح المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية إن 650 ألف نخلة موزعة على 45 ألف دونم في مختلف مناطق الأردن، وهذا العام بلغ الإنتاج من التمور نحو 30,000 طن، من ضمنها 20,000 طن تمر مجهول من أجود الأصناف العالمية.
وفي أخبارنا أيضا، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد إنيرجي التابعة للاحتلال والتي تعمل في مجال الطاقة عن استعداد مؤسسة للاستثمار في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الصحراء بالمغرب. وأضافت إن المغرب سيصبح مستقبلا مركزا للطاقة بسبب استقراره وتنوع المصادر التي يعتمدها. وأشارت الشركة إلى أن الصحراء المغربية عبارة عن خزان كبير للغاز الطبيعي، وأن الشركة تعمل على استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار بشكل أكبر في مجال الطاقة بالمغرب، مبينة أن الشركة تستثمر حاليا في 3 مجالات، هي الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي اليوم عن توقعاتها بأن يتراجع النمو العالمي من 3.1% هذا العام إلى 2.2% العام المقبل، قبل أن ينتعش قليلا إلى 2.7% عام 2024. وبحسب توقعات المنظمة الأخيرة، تراجع زخم النمو بينما التضخم ثابت، في وقت تراجعت الثقة وازدادت الضبابية في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية. وفي آخر أخبارنا الاقتصادية العالمية، قلصت أسعار النفط خسائرها بعدما نفت السعودية صحة التقارير التي تفيد أنها تناقش هي ومنتجين في أوبك زيادة الإنتاج الخام. وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان شدد على أنه من المعروف أن أوبك بلس لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت أنه سيتم مناقشة في الوقت الحالي مسألة زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في الاجتماع المقرر في 4 ديسمبر كانون الأول، وذلك قبيل بدء حظر النفط الروسي وتحديد سقف لأسعاره. كانت أوبك بلس قررت في اجتماعها الأخير زيادة الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا بداية هذا الشهر الجاري. كانت هذه أبرز الأخبار الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. كنت معكم منتهى خليل، دمتم في أمان الله. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس، الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء.